السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. هنبدأ مع بعض في تنفيذ الغرض الذي أنشأنا من أجله هذه القناة، وهو محو الأمية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. وبما أننا هنبدأ مع بعض من الصفر، لذلك هيكون أول كورس هنقدمه لكم هو كورس ICDL أو الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. في الفيديو التمهيدي ده هنتكلم عن المنهج اللي هنمشي عليه في الكورس ومحتوياته، وهقترح ليكم طريقة هتساعدكم في تدوين الملاحظات والمعلومات اللي موجودة في الكورس. يلا بينا نشوف محتويات الكورس اللي معنا. الكورس انا هقدمه على جزئين، جزء اساسيات وجزء متقدم. جزء الاساسيات مكون من 6 مراحل. المرحلة الأولى هتكون عن أساسيات الكمبيوتر. المرحلة دي هيكون هدفنا تعلم الأساسيات المتعلقة باستخدام الأجهزة وإنشاء وإدارة الملفات والتعامل مع الشبكات وأمن المعلومات. المرحلة الثانية هتكون عن معالجة النصوص، وهنستخدم فيها برنامج مايكروسوفت وورد 2019، وهدفنا من المرحلة دي أن نتعلم المهارات الأساسية المتعلقة باستخدام تطبيق الوورد في معالجة النصوص لإنشاء الرسائل والمستندات اليومية. المرحلة الثالثة هتكون عن جداول البيانات، وهنستخدم فيها برنامج مايكروسوفت إكسل 2019، وهدفنا من المرحلة دي أن نتعلم المهارات الأساسية المتعلقة بفهم مبادئ جداول البيانات لاستخدامها في إنتاج مخرجات عمل دقيقة. المرحلة الرابعة هتكون عن قواعد البيانات، وهنستخدم فيها برنامج مايكروسوفت أكسس 2019، وهدفنا من المرحلة دي أن نتعلم المهارات الأساسية المتعلقة بفهم مبادئ قواعد البيانات واستخدامها بكفاءة. المرحلة الخامسة هتكون عن العروض التقديمية، وهنستخدم فيها برنامج مايكروسوفت باوربوينت 2019، وهدفنا من المرحلة دي أن نتعلم المهارات الأساسية لاستخدام برنامج باوربوينت لإنتاج عروض تقديمية بكفاءة. أما المرحلة السادسة والأخيرة هتكون عن تخطيط المشاريع، وهنستخدم فيها برنامج مايكروسوفت بروجكت بروفيشنال 2019، وهدفنا من المرحلة دي أن نتعلم المهارات الأساسية لاستخدام برنامج إدارة المشاريع لإعداد خطط المشاريع ومراقبة مسارها وإدارة الوقت والتكاليف والمهام والموارد. ده مسار الجزء الأول من الكورس. أما المسار الخاص بالجزء المتقدم من الكورس فهندرس فيه 3 مراحل. المرحلة الأولى هتكون عن أساسيات الإنترنت، وهدفنا من المرحلة دي أن نتعلم المهارات الأساسية المتعلقة باستخدام شبكة الإنترنت والتصفح وتحديد واسترجاع المعلومات والاتصال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني. المرحلة الثانية هتكون عن أمن تكنولوجيا المعلومات، وهدفنا من المرحلة دي تعلم الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات في الحياة اليومية واستخدام الأساليب والتطبيقات الملائمة من أجل المحافظة على اتصال شبكي آمن واستخدام الإنترنت بأمان وإدارة البيانات والمعلومات بشكل ملائم. أما المرحلة الثالثة والأخيرة هتكون عن التعاون عبر الإنترنت، وهدفنا من المرحلة دي تعلم المهارات المتعلقة بإنشاء واستخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت مثل التخزين ومشاركة الملفات والتقويمات ووسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات عبر شبكة الإنترنت. بكده نكون وضحنا المنهج اللي هنمشي عليه أو المسار اللي هنمشي عليه في الكورس بتاعنا. طيب،
تعالوا بينا نشوف أهداف المرحلة الأولى اللي هي أساسيات الكمبيوتر اللي عايزين نحققها من المرحلة دي. أهداف مكرر أساسيات الكمبيوتر: أول حاجة عايزين نعرف المفاهيم الأساسية بتكنولوجيا المعلومات والتعرف على أجزاء الهاردوير المكونة للكمبيوتر. تاني حاجة تعريف مصطلح البرامج والتعرف على نظام التشغيل ويندوز 10 واستخدامه كفاءة. تالت حاجة التعرف على مفاهيم الشبكات وطرق الاتصال بالشبكة. رابع حاجة التعرف على الاعتبارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات الخضراء وصحة مستخدم الكمبيوتر، أو بمعنى أبسط إزاي يستخدم تكنولوجيا المعلومات بطريقة سليمة وصحية. طيب احنا كده عرفنا المسار بتاع الكورس وأهداف المرحلة الأولى من الأساسيات. أما بالنسبة للاقتراح اللي هيساعدكم في تدوين المعلومات والملاحظات الموجودة في الكورس، هي طريقة أنا بستخدمها عن نفسي، كان أحد الزملاء علمها لي وحابب أنقلها لكم، وهي طريقة تدوين الملاحظات بطريقة كورنيل. هعرض لكم موقع بيشرح فيه إزاي نستخدم طريقة كورنيل، وهي طريقة مفيدة جدا لتدوين ملخصاتك علشان تقدر ترجع لأي معلومة أنت كاتبها بسهولة. هنا في الموقع ده هتلاقي نماذج مختلفة لطريقة كورنيل، اختار منها النموذج اللي يعجبك واعمل له داونلود، وأثناء مشاهدتك لفيديوهات الكورس دون ملخصاتك وملاحظاتك بأسلوبك. في النهاية بعد معرفتنا لمسار الكورس وعرفنا أهداف المرحلة الأولى اللي عايزين نحققها من الكورس وتعرفنا على طريقة تدوين ملاحظاتنا بطريقة كورنيل، نكون وصلنا لختام الفيديو، وإن شاء الله نبدأ في الكورس فعليا من الفيديو القادم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.